ذكرى 19 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، تعززت البنية التحتية المخصصة للترفيه والاستجمام في مراكش بالحي الشتوي بافتتاح الشطر الأول من منتزه مولاي الحسن، وهي بنية تحتية بيئية مدرجة ضمن مشروع مراكش الحاضرة المتجددة. ويروم هذا المشروع تعزيز طابع المدينة الخضراء لمراكش وتطوير منتزه للنزاهة بين المدينة العتيقة والمنارة، وتوفير أجواء نباتية نموذجية والحفاظ على الغطاء النباتي الموجود، واستكمال عرض مواقف السيارات وتشجيع التنقل عبر الوضع المرن، كما يهدف إلى تحسين ظروف استضافة وتنظيم التظاهرات المؤقتة وإدماج المنتزه الرياضي الجديد في بيئة ذات قيمة، وتوفير أماكن للاستراحة وأنشطة لجميع الفئات العمرية، والحفاظ على احتياطي عقاري من أجل تهيئات وتجهيزات لاحقة. هذا المشروع ذي البعد الاجتماعي القوي يتطلب تعبئة استثمارات مالية تفوق 6 مليار درهم. هذا المستشفى المستقبلي سيمكن من ضمان مزيد من التكامل في الخريطة الصحية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة. هذا المشروع الذي سيتم إنجازه في أجل 48 شهرا يأتي لتعزيز عرض العلاجات على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.